الإخبارية لليوم أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حفظه الله الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتي تهدف للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية والناتج المحلي والصادرات غير النفطية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. ولطالما أولت القيادة الرشيدة قطاع الصناعة اهتماما واسعا واكبته رؤية السعودية 2030 فتم إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وإنشاء وزارة مستقلة لقيادة المنظومة وإطلاق عدد من البرامج والكيانات والمبادرات الأخرى. طبعا ويستند القطاع الصناعي في المملكة على أسس صناعية متينة ونجاحات بنيت على مدى 50 عاما وتتواءم الاستراتيجية الوطنية للصناعة مع التوجهات العالمية في القطاع مثل الثورة الصناعية الرابعة ومستهدفات المملكة للوصول إلى الحياة الصفري بحلول 2060 تتطلع المملكة من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة إلى تمكين القطاع الخاص وزيادة مرونة القطاع الصناعي وتنافسيته واستدامته.